أكدت هيئة علماء المسلمين أن الجريمة الملتبسة والمزدوجة بحق أهالي عرسال وعناصر الجيش تفرض تعاوناً بناءً وسعياً دؤوباً لملاحقة خيوط الفتنة ومعالجة تبعاتها. ورأت الهيئة في بيان تلاه الشيخ خالد العارفي خلال لقاء تضامني مع أهالي عرسال نظمته الهيئة في مبنى بلدية صيدا أن التأييد الانتقائي والانتهازي والكيدي للجيش لن يستدرج الجيش إلى التصادم مع أهله وأبنائه. لا لقلب الحقائق، فها هم أهالي عرسال يتحولون من معتدى عليهم إلى مدعى عليهم على غرار ما حصل مع النائب بطرس حرب، ولا سبيل إلى الحقيقة إلا بالتحقيق المهني والحيادي، لا لسياسة العقاب الجماعي حصاراً ومداهمات واعتقالات وتطاولاً على كرامة العلماء والأهالي. نطالب بفك الحصار عن عرسال ونقول لا للتهويل بنهر بارد جديد، فإنه هذه المرة لن يكون بارداً أبداً. وفي صيدا أيضاً لوح إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير بتحرك تصعيدي، معتبراً أن النظام السوري وحزب الله وراء زرع الفتنة بين السنة والجيش. جهزوا أنفسكم لحراك متصاعد وتصعيد لن يهدأ إذا اعتدي على عرسال. لمن يقول مطلوب تسليم المتهمين في عرسال بمجرد مخابرات الجيش قالت في مطلوبين؟ لا، نحن بدنا تحقيق عادل وشفاف. أما ما قالته مخابرات الجيش لا ثقة عندنا بهم. ورأى الأسير أن أي عمل عسكري في عرسال هو عمل عسكري ضد الطائفة السنية.